أهلا بكم من جديد. نقل موقع مدى مصر عن دبلوماسي غربي قوله بأن إجراءات تسليم وتسلم جرت بين القوات المصرية ونظيرتها السعودية وحلت الأخيرة على إثرها على جزيرة تيران في البحر الأحمر، وذلك تنفيذا لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تنازلت بموجبها مصر عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية. حول هذا الخبر وأخبار أخرى تنضم إلينا في الاستوديو الكاتبة الصحفية الأستاذة نادية أبو المجد. أستاذة نادية أرحب بك معنا. إذن تيران وصنافير وفقا لمدى مصر سلمت رسميا إلى المملكة العربية السعودية، وهناك قوات سعودية الآن على ظهر الجزيرتين، هل لديك أي معلومات أكثر في هذا هو السياق؟ طبعا نقل عن دبلوماسي غربي، والمهم في هذا الموضوع ان الدبلوماسي الغربي يعني هذا الدبلوماسي الغربي بلاده من ضمن اللي هي ليها قوات متعدده الجنسيه على جزيره تيران وصنافير، فهو مش مجرد اي مصدر، هو يعني لمعاهده السلام بين مصر واسرائيل بالضبط. فهو بيتحدث يعني لانه قوات بلاده مشاركه في هذه القوات، فبيقول يعني انه بعد النقل السياده من السياده المصريه الى السعوديه على تيران وصنافير واجهت القوات المتعددة الجنسية معضلة قانونية. إيه بقى هيبقى وضع القوات المتعددة الجنسيات؟ لأنه القوات المتعددة الجنسيات موجودة علشان ده كان جزء من موضوع كامب ديفيد، صحيح إنه دي جزء من معاهدة السلام. طب هي السعودية مش طرف في ليس لها علاقة بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية السلام، فكان في ثلاث سيناريوهات. الأول إنه القوات يعني اللي هي متعددة الجنسية تنسحب تماما، بما إنه الموضوع ما بقاش ليه دعوة بالهدف الأساسي اللي هم جي ليه اللي هو موضوع معاهدة السلام. دي حاجة. الحاجة الثانية كان إنه لا، تفضل مصر بجانب القوات متعددة الجنسية مع إنه يعني التأكيد على إنه السيادة للسعودية. السيناريو الثالث ويبدو إنه هو ده اللي تم فعلا، إنه لا يبقى في قوات سعودية مع القوات متعددة الجنسية. ده معناه يعني أن الآن لا يوجد وفقا لهذا الخبر جنود مصريين على هذه على الجزيرتين. ده بالنسبة لي يعني طبقا لهذا المصدر، لأنه طبعا يعني ما فيش حد نشر هذا الكلام، فهو ده المصدر الوحيد اللي معتمد عليه مدى مصر. وطبعا هي بتذكر إزاي أنه في أواخر العام الماضي ولي عهد السعودية أعلن عن مشروع نيوم اللي هي تيران وصنافير جزء من هذا هذا المشروع السعودي. فيعني اعتقد هو ده اللي حاصل على الارض يعني في ظل هذه التطورات. وطبعا بعد مفيش التقرير لم ينفي احد من الجهتين سواء المملكه العربيه السعوديه او مصر صحه هذا الكلام او خطاه، وبالتالي يصبح حتى هذه اللحظه الكلام ده صحيح. ناخذ به بالضبط، لانه ما زي ما انت قلت لا يعني لا في نفي ولا في كان تأكيد. بيان بيقول ايه اخر التطورات التي تمت على الارض بخصوص تيران وصنافير. فاعتقد هو هذا التقرير لحد الان اللي هو يعني او الرواية المتداولة أو يعني تقريبا حتى هذه اللحظة، إلى أن نسمع نفي رسمي أو مصدر آخر يؤكد شيء ملموس على الأرض. يبقى إذن مرة أخرى مشاهدينا الكرام، قبل أن نذهب إلى خبر آخر جاء في لوموند الفرنسية، نؤكد لحضراتكم ما جاء في مدى مصر من أن تم تسليم جزيرتي تيران وصنافير بشكل رسمي للمملكة العربية السعودية، وهناك قوات سعودية الآن على ظهر الجزيرتين وفقا لما جاء في موقع مدى مصر، وهو موقع مصري. حتى هذه اللحظة ليس هناك نفي أو تأكيد سواء من قبل المملكة العربية السعودية أو حتى من قبل مصر، لكن دعونا نذهب إلى عنوان آخر وليموند الفرنسية أو هارتس، أعتقد أننا سنذهب لليموند الفرنسية، حيث قالت إن هناك انقسامات بين في الجيش المصري حول دعم السيسي قبل انتخابات الرئاسة. عودة إليك مرة أخرى نادية في هذا السياق. ليست لوموند الفرنسية هي الأولى التي تتحدث على أن هناك خلافات داخل الجيش المصري أو مشكلات بسبب الأوضاع الأخيرة وبسبب سامي عنان، لكن دعينا نركز على لوموند، ماذا قالت في هذا السياق؟ يعني هي قالت في هذا السياق أنه
يعني اللي هو ممكن ناس كتيرة كانت ممكن بتتوقعه، فكرة ما حدث مع خصوصا ما حدث مع الفريق سامي عنان، يعني إذا كان البعض يتوقع أن ربما يكون هناك خلافات، فما حدث أنه هذه الخلافات ظهرت إلى العلن بشكل يصعب نفيه، يصعب أنه نقول لا أنه كلهم على قلب رجل واحد، أو أنه الجميع يؤيد السيسي، أو أن لا يوجد في الجيش من هو مستاء أو ربما أكثر من مستاء مما حدث مع سامي عنان. فيعني كانت هذه يعني اعتقاله كان بمثابة كشف هذا الخلاف. طبعا هو يتحدث عن اعتقال سامي عنان لمجرد انه اعلن عن نيته للترشح، ويعني انه السيسي غضب غضبا شديدا من انه يتم منافسته من قبل شخص في الجيش، وخصوصا ان سامي عنان كان يعني كان رئيسه سابقا او يعني اعلى منه درجه، وهو يعني حسب هذا التقرير هو احد الذين ادخلوه المجلس العسكري بالدرجة الأولى. وليس سامي عنان وحده، لكن طبعا دي أكبر مثال أو آخر مثال. طبعا يتحدث كمان التقرير على موضوع أحمد قنصوة الذي برضو تم القبض عليه، الذي حاول الترشح لرئاسة الجمهورية، ويعني حكم عليه بست سنوات، يعني هو مفروض أنه بينفذهم. يذكرنا أيضا بما حدث مع شفيق، يعني لم يعتقل، لكن يعني فكرة أنه تم الضغط عليه بصورة أو بأخرى أنه تراجع. فكل يعني كل من كان له خصوصا شفيق وعنان، يعني كانت لهم مصداقية، كان ممكن يعني يعطوا للانتخابات زخم، طبعا هم انسحبوا، ويعني ده كان خلى الانتخابات أقرب لاستفتاء إلى أن وصلوا. طبعا وهو برضو التقرير تحدث عن موسى مصطفى موسى، حتى يعني لا تبدو الأمور يعني الانتخابات استفتاء. طيب اسمعي نادية، الحقيقة العربي الجديد، صحيفة العربي الجديد تحدثت عن هذا الأمر، والهافينغتون بوست وموقع مدى مصر بشكل أو بآخر. دعينا نشرك ضيف آخر معنا في هذا النقاش، انضم إلينا عبر سكايب من باريس الدكتور محمد هنيد، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة السوربون. دكتور هنيد أرحب بك معنا، وأريد أن أسمع تعليقك الآن على ما كتب في لوموند الفرنسية من خلال أحد الصحفيين في مدونة على لوموند الفرنسية في ما يخص خلافات داخل الجيش المصري لم يصبح على قلب رجل واحد داعما لعبد الفتاح السيسي، كيف ترى؟ نعم سيدي، شكرا لك على الاستضافة وشكرا لضيوفك الكرام ولمشاهدك الأكارم. هذا المقال كتبه يعني استاذ باحث في التاريخ المعاصر في جامعه سيونس بو، وهي من اشهر المعاهد السياسيه في باريس، والباحث جون بيير فيو هو مختص في المنطقه العربيه والشرق الاوسط، ولديه مؤلفات كثيره في هذه المساله، خاصه ما يخص الثوره، خاصة ما يخص يعني غزو نابليون لمصر ومنطقة الشرق الأوسط. إذا هذا المقال لا يصدر عن محلل خارجي، بل يصدر عن مختص أكاديمي في المسألة، وما كتبه السفيو يتعلق بأن هناك تصدعات لا يمكن إنكارها في المجلس العسكري أو في الحكم العسكري أو في بنية الدولة العسكرية الناشئة الآن في مصر في حقبتها الجديدة بعد الانقلاب الدامي على محمد مرسي. هذه التصدعات ما يقوله المقال هو أنها تصدر مبكرا، يعني لم يكن هناك أي رئيس عسكري سابق في مصر حدثت لديه مثل هذه التصدعات في مرحلة مبكرة من حكمه، وهذا ينبئ بأن الانتخابات القادمة لن تكون سهلة بالنسبة للسيسي، ولكنها ستكون في صورة مهزلة حقيقية على شكلة الانتخابات العسكرية في الجمهوريات العربية، حيث يكون المترشح إلى جانب الانقلابي مرشحا شكليا فقط للوصول. هذا المشهد سيدي هو الذي ينبئ بأن المرحلة القادمة لن تكون مريحة للمجلس العسكري من ناحية وللقائد الانقلاب المصري من ناحية أخرى. نعم، اسمح لي دكتور هنيد، هل تعتقد أو يقول البعض أن هناك مبالغة في الحديث عن يعني خلافات داخل الجيش المصري الذي لم نسمع عن خلافات بداخله يعني لسنوات طويلة أو حتى ما بعد ثورة 52، وبالتالي حتى معظم ما كتب في هذا السياق استند على مصادر مجهلة، فهل لديك أي دلائل على فكرة أن هناك خلاف حقيقي داخل المؤسسة العسكرية، أن السيسي لم يصبح حتى الآن مسيطرا سيطرة كاملة على المؤسسة العسكرية كما كان من قبل؟
نعم، هناك ثلاثة معطيات للإجابة عن السؤال لماذا كنت تحليلي. يعني لأول مرة في خطابات قائد الانقلاب يكون هذا التشنج من ناحية، وهناك تهديد صريح علني. لأول مرة يختطف مرشح عسكري بوزن سامي عنان، لأول مرة يقبض على رئيس حكومة سابق، يعني لأول مرة يحدث ذلك مباشر على الهواء، والتهديد بلغة الأشرار وبلغة لم يعرفها المعجم السياسي المصري قديما، ينبئ بأن وراء الأكمة ما وراءها. يعني هذا ليست تخمينات، لكن هذا من داخل المؤسسة، مؤسسة الحكم نفسها. النقطة الثانية هي أن أداء الرئيس الجديد الانقلابي هو أداء غير مقنع بالمرة. هل يمكن لأي شخص أن يعطينا إيجابية واحدة في الرئيس الجديد، في الخطاب، في الحركة، في الدبلوماسية، في الأداء الاقتصادي، في الأداء الاجتماعي، في الأداء السياسي، في العلاقات الخارجية؟ ليس هناك، يعني هذه كارثة في الممارسة. ثم يأتي في خطاب رسمي ليقول أنا لست سياسيا إلا غير ذلك. النقطة الثالثة الأخيرة وهي الأهم، هو أن هذه التصدعات لا تخرج إلى العلن لكي لا أخفيك سريا، في أن المقود يقع خارج مصر، في أن المتحكم في المشهد هي تقريبا قوى أخرى، وهي التي هندست هذا الانقلاب على ثورة 25 يناير العظيمة في مصر. يعني حتى الأشخاص الذين لا يتحركون في المؤسسة العسكرية فإنه مضغوط عليهم خارجيا، فما أن يرفع هذا الغطاء الخارجي فسترى كيف تحول هذه التصدعات إلى شقوق عميقة وانهار النظام غير الشرعي بسرعة لا يتخيلها. السؤال الأخير لك سيد هنيد، فيما دكتور هنيد، فيما يخص يعني انعكاسات هذه الخلافات داخل المؤسسة العسكرية، إذا صحت مثل هذه التقارير الصحفية، على تماسك الجيش من ناحية، على قدرة النظام، قدرة على عبد الفتاح السيسي على الاستمرار في حكم مصر من ناحية أخرى. هذه الانشقاقات سيكون لديها انعكاسات أكيدة على الأداء السياسي الداخلي، فهذا التحفز وهذا الهلع الذي يحيط بالرئيس وبفريقه المحيط به قد يؤدي إلى مشاهد رأيناها من قبل في مصر، أدت إلى يعني انقلابات أو اغتيالات أو حالات فوضى. يعني المسألة لم تكون بالسهولة التي هي عليها، هذه من ناحية. من ناحية أخرى، إذا برزت هذه الانشقاقات بشكل مبكر الآن، يعني بالنسبة للرئيس المصري الحالي، فإن الأمر لن يكون عليه بالراحة التي هو عليها بعد، إلا إذا قام بعملية تصفيات داخلية إلى غير ذلك. وحتى إن فعل ذلك فإنه أضر بقسم كبير من المؤسسة العسكرية باعتبار ولائها التقليدي لهذه القيادات الرمزية التي أضر بها. يعني أن يشعر القيادي العسكري المصري بعدم الأمان مع انقلاب شارك فيه الجميع الإطاحة برئيس مدني لن يجعل المهمة سهلة للرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية خانقة لتسهل ذلك، وهو ما قد يفتح الأطماع الكبيرة وشهية الوصول إلى السلطة، خاصة بعد تسلل أفراد من عائلته مثل ابنه في قطعنا في يعني خبرات إلى السلطة رويدا. فمحاولته بتحقيق هذا الفراغ في الدائرة المحيطة به لجلب الأقارب والأصهار يعني والمقربين إلى غير ذلك سيؤدي إلى خلق يعني تشققات وأحلاف أخرى قد تحاول هي أيضا الاستثمار بالسلطة. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد هنيد، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة السربون، كنت معي عبر سكايب من باريس. مشاهدينا الكرام، من باريس نذهب إلى إسرائيل وتحليل لها آرتس الإسرائيلية، تساءل لماذا المقاتلات الإسرائيلية ليست كافية لتحل مشكلة ولاية سيناء في مصر. وعودة مرة أخرى لضيفتي الأستاذة نادية أبو المجد وتقريرها آرتس الإسرائيلية. يعني هم عايدين أنه هو تحليل، وأنا شايفة أنه هو تحليل مهم في عدة نقاط مهمة. يعني أولا هو كده بيؤكد موضوع نيويورك تايمز رغم نفي المتحدث العسكري، وطبعا اللي هو بعديه كمان اتكلمت عنه واشنطن بوست، يعني هو مستشهد بهذا التقرير، هو بيؤكد هذه التقارير وبيضيف بقى ليها المعلومات انه يعني انه فكره انه مصر المفروض انها اكبر جيش عربي. يعني هي ليست، يعني واضح انها ليست قادره بمفردها على القضاء على ولاية سيناء، وبيقول يعني وكأنه للمفارقة أنه داعش أو تنظيم الدولة فقد معظم أراضيه في سوريا والعراق،
لكن في مصر رغم انه ولايه سيناء يعتبر انه جزء صغير يعني فرع صغير ولم يعني يحتل اراضي كما فعل في الا عن مئات فقط لا هو بيقول انه على احسن تقدير 1000 وبعدين بس هو 1000 كمان ما هو المفروض انه طول الوقت احنا بنسمع انه اتقتل منهم فهو الحقيقه مش معروف فضل كام من ال1000 دول يعني هو المفروض انه في حرب على الارهاب اللي هي بتحدث عنها سيسي في كل مجال فهو المفروض ان هو قتلوا مئات منهم فما اعرفش يعني فاضل قد ايه على اي حال انه بيقول انه الجيش المصري اكبر جيش يعني يبدو انه ليس قادرا بمفرده ولذلك تدخلت اسرائيل ويعني كما قال تقرير نيويورك تايمز انه اكثر من 100 غارات يعني حوالي كل اسبوع في على ومع ذلك بيقولوا رغم انه الطائرات الاسرائيليه او السلاح الجو الاسرائيلي متقدم عن نظيره المصري الا انه هذه الجيوش ليس يعني هذه ليست الطريقه للقضاء على مسلحين يعني اللي هي دي كانه دي اللي هي اللي بيسموها الجوريلا وور اللي هي ده مختلف عن الحروب على التقليديه على الجبهات هذا التقرير بيتحدث على انه اسرائيل كانت يعني اسباب اخرى لماذا اسرائيل متدخله في الموضوع انه اسرائيل اصلا كانت بتتابع الوضع في مصر اتصدمت لما مشي حسني مبارك لم ترتاح الا لما جاء السيسي بانقلاب عسكري كما قالوا جاء في التقرير كما جاء في التقرير استخدمه ميليتري كو انقلاب عسكري وكذلك بيقول انه طبقا او نقلا عن مسؤولين عسكريين بارزين في اسرائيل ان هم يتحدثوا عن لما يتكلموا عن السيسي يقولوا اور سيسي يعني سيسي بتاعنا او سيسنا وانه ما فيش رئيس مصري كانت علاقاته مع اسرائيل بهذا الانفتاح وفي العلن يعني بهذه الطريقه. ناديه ما رايك اذا نحينا السياسه جانبا الان وتحدثنا عن كره القدم وعن النجم المصري محمد صلاح عفوا وبالامس من الممكن ان تكوني تابعتي ليفربول وتوتنهام وما احرزه محمد صلاح من هدفين يبدو انهم كان الافضل خلال الفتره الماضيه. مشاهدينا الكرام موقع ميدل ايست اي نشر تقريرا حول كيف اصبح نجم ليفربول محمد صلاح هرم مصر الرابع. اذا الوصف هنا هرم مصر الرابع أو حتى كما قال عصام الشوالي بالأمس في تعليقي أنه أفضل حتى من الأهرامات الثلاثة الهرم الحي الهرم الحي دعينا يعني بمناسبة نناقش هذا التقرير بمناسبة البعد عن زي ما أنت قلت أنه نبعد عن السياسة التقرير بتحدث كده أنه محمد صلاح يعني تقريبا في إجماع عليه من جميع المصريين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وده شيء صعب يحدث في مصر في ظل هذا الانقسام والاستقطاب هو بيقول بيوصفه أنه هو الهرم رابع ويقول ان هو حاز على هذا اللقب يعني منذ تمكن يعني من خلاله انه مصر وصلت للتصفيات وانها ستشارك في كأس العالم وبتقول انه صوره موجوده على جداريات في مصر بجانب ام كلثوم وبجانب نجيب محفوظ يعني وطبعا بيتحدث على فكره انه تيشرتاته وصوره والعاب على الجيمز كله ايقونه للجمهور الانجليزي خاصه مشجعي ليفربول كما شاهدنا بالامس له اغنيه خاصه به والطفل الطفل اللي هو كان عايز التيشيرت بتاعته اللي هو ده فبيقولوا ان هو وهو لا ينسى اصوله البسيطه هو كمان بيقولوا ان هو مصدر الهام لكثير من المصريين هو واحد شبه او وضعه كان مثل كثير من المصريين لكنه يعني وصل الى ما وصل اليه فهو يلتف حوله المصريين زي ما قلنا في اجماع عليه في وقت ما فيش في اجماع فيعني هذا التقرير عن كيف هو زي ما قلت ان هو الهام للمصريين وربما اكثر من المصريين كمان الصحفيه ناديه ابو المجد اشكرك شكرا جزيلا على كل هذا العرض من صحف ومواقع مختلفه شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام المساهيه مستمره وبعد الفاصل نتابع وزير المالية المصري يقول إن مصر تقترض 5 مليارات دولار من الأسواق الدولية في غضون أيام ووزير الكهرباء يؤكد زيادة أسعار الفواتير ورفع الدعم عن الكهرباء في يوليو المقبل ابقوا معنا